السلام عليكم البنات، دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة ميلودة الحادية. ان شاء الله اليوم جينا للعربية. هذه الدرة، هي الدرة هذه تبارك الله، اللهم بارك. والرجلة غادي نشارك معكم اليوم الرجلة ان شاء الله، جيت نقلع من الدرة ونشارك معكم ان شاء الله اليوم هذه الدرة. هنا البنات هابطة نجيب الرجلة من هذا الدرة، هي هذه الرجلة ان شاء الله انا غادي نطيبها ونشارك معكم. انا تنقلعها طبيعية، هذه الرجلة البنات تنقلعها بالتراب وبالغيس، وغادي نديها للدار ان شاء الله ونقيها ونغسلها ونطيبها ونشاركها معاكم ان شاء الله بحول الله. ما فيها لا دواء لا نقي، درجلة وسط الطبيعة وسط الدرة وقت الربيع خضر. هاهي الرجلة، هاهي تبارك الله، اللهم بارك. خذي هاهي هاذي، خذي هاذي الرجلة البنات، ما فيها لا دواء لا والو. أنا تنقلعها بالتراب، إيوا من بعد تنصوبها، إيوا غادي نشاركها معاكم إن شاء الله بحول الله. تبارك الله قداش هاد الرجلة، هي هادي تبارك الله شحال كبيرة. هو الكبار ديال الباب باقي ما تمرش، عندنا في البلاد العربية. مرحبا بكم في العربية الدكالة، تيتفلحو القمح والذرة والحماص والعدس والفرينة الشعير. ضبط ليها اليوم باش ناخد الرجلة، نطيب الرجلة ان شاء الله ونشاركها معاكم. نتمنىكم تتبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، وغادي يعجبكم، يعجبكم البنات والولاد اللي تيتابعوا القناة ديالي. الشكر تيرجع ليكم كتابعوا القناة ديالي. انا اليوم بدل لكم الروتين، باقا في العروبية. هذه هي الدرة تبارك الله، الدرة تبارك الله شحال فيها، هذا هو الكبال كبال، ولكن البنات راه باقي ما تمرش يا سيد. هذه الرجلة البنات غسلتها، غادي نقطعها غسلت مزيان، وغادي نقطعها ايوا، وغادي نطيبها ونشارك معكم. ما طيب هي رجل البنات، هو هذا بحال البقوله بحال الخبيزه التقطع ديالها. انا ما صرت لي شد لي التليفون باش نوريكم التقطع، كلشي كيعرف التقطع ديالها هو هذا البنات. ساليت من الرجله قطعتها كامله، وصلت عاودت غسلتها. وخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي الحامض مصير مقطعته، والزيتون، عندي مطيشة محكوكة، طماطم، وعندي هنا شوية ديال العدس اللي هو السر ديالها، إلا كانت فيها شي مرورة كيشربها هاد العدس. وعندي ليها القزبر والمعدنوس مقطعين. هنا عندي الهريسة ومطيشة الحب والثوم مطحونة، وعندي لكاس ديال الزيت العود أو الزيت البلدية.
هنا البنات عندي التحميرة هي الفلفل الأحمر، عندي الإبزار التحميرة راه كنديرها بالزيت، وعندي كمون وقزبر يابس وسكنجبير اللي هو زنجبيل، وعندي الخرقوم عرق بلدي. هادو هما المقادير ديال الرجل البنات، بحال الخبيزه حتى هي النهائي ديال الرجل البنات هو هذاك تجي هكا الطبق النهائي. راه كتجي البنات بحال الرجله، عفوا سمحوا لي، كتجي بحال الخبيزه بحال البقوله. إلا جربتو عجباتكم البنات عفاكم ما تنساوناش من التعليق وخلوا لي لايك، وشكرا لكم اللي كتابعوا القناة ديالي البنات والولاد، شكرا كيرجع لكم نتوما اللي كتابعوا القناة ديالي. عفوا سمحوا لي قبيله نسيت في المقادير، نسيت الملحة، راني ما حطيتش الملحة، نسيت الملحة، راه فيها الملحة ضروري اللي عاد تبعوها وشوفوا ما كاينش الملحة راني نسيتها. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، كدعموني وتزيدوني قدام وتشوفوا الجديد ان شاء الله.